شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يعني بس عايزه اقول لكم انا بعلينا قد ايه. في ناس كتير منكم يعني مش هنشوفها تاني خلاص كده ادبي. بالتوفيق يا رب، ويا رب النجاح ليكم كلكم سواء ادبي او علمي. I think يعني خلاص مش هتسمع المقدمه دي تاني، بس هتوحشوني جدا 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 جدا. وابعد عليا واسالوا عليا، ويا رب يا رب يا رب اشوفكم كلكم في الطريق اللي هتختاروه انجح الناس. يلا بينا كده، انا هبتدي من الاساي بناء على طلبكم. هبتدي من اول حل عادي كالعاده. انت هتتفرج على الفيديو ده بعد ما تكون ذاكرت كويس جدا الزتونه او التيبس والتريكس بتاعتنا اللي هي الورقه اللي خدتوها في الفاينل ايفنت. طيب اول سؤال بيقول لي كالكوليت دلتا اتش. اوكي، اوف ذا رياكشن كاست. تمام، knowing that on the combustion of the grams يبقى انا بكتب mass. حل it's smaller mass. okay, a quantity of heat equals يعني دي كده ال q. قال لي ايه ده، ثانيه واحده كده يا ميس، انا عايز دلتا اتش، يبقى انا هعمل دلتا اتش equal negative q over n زي الفل وتحفه. قال لي حل، بس خلي بالك انا في القانون ده بشتغل دلتا اتش نود، دلتا اتش اللي هي بتاعت 1 مول، لكن هو عايز دلتا اتش ال 2 مول. مش معنى ركزنا على ده عشان هو بيتكلم على الكومباشن بتاع الميثانول. ميثانول قدامك اهو 2 مولز. طب هعمل ايه؟ قال لي مبدئيا انا ممكن اجيب الاول النمبر اوف مولز. النمبر اوف مولز بتساوي ماس على مولر ماس، يعني 0.934 طلع ده النمبر اوف مولز. قال لي اوكي، احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ قال لي تعالى بينا ناخد الكيو. طب اغير اليونت؟ لا، طالما هو ما طلبش حاجه فعادي خليها كيلو جول، يبقى 20.6 بس بالنيجاتيف عشان القانون فيه نيجاتيف على الرقم بتاعنا 0.0291. وهنشوف على الكالكيوليتر هتطلع كام. الاجابه بالكيلو جول هتطلع نيجاتيف 705.96. قال لي اوكي، دي دلتا اتش انهي؟ دلتا اتش نود بتاعت ال 1 مول، بس انا عايز دلتا اتش بتاعت ال 2 مولز. قال لي 2 مولز، يبقى دلتا اتش بتاعت ال 1 مول طلعت بالرقم ده اللي هو نيجاتيف 705.96. عايز بتاعت 2 مولز يعني اعمل تايمز 2 تطلع الاجابه معاك. لو فهمت الطريقه دي فاتس اوكي، خلاص تمام. ما فهمتهاش فانا هحل معاكم بطريقه ثانيه. تعالوا نشوف. كنا بنقول والله لو سألتك عن حاجة واديتك نفس الحاجة اعمل ريليشن. طب بص كده معايا، قال لي انا عايز دلتا اتش بتاعت ده. حلو، knowing that الماس من ده بيطلع لي كذا quantity of heat ده. ليه وايه الفرق بين دلتا اتش وكيو؟ والله الدلتا اتش هي هي الكيو بس with opposite sign. طيب حلو جدا، تعالوا نشوف بقى كده الدنيا هتمشي ازاي. قال لي مبدئيا انا هعمل علاقه بين الماس والدلتا اتش. انت عايز ايه؟ انا عايز لما كانت 2 مولز يعني 2 تايمز 32 هيطلع لي كام دلتا اتش؟ معرفش. طب انت مديها لي بقى امتى؟ قال لي انا مديها لك اهي 0.934 هتطلع لي ده ريليز، هتطلع يبقى نيجاتيف 20.6 وخلاص. تيزر واي ده تايمز ده ديفايدد ده طلعت. والله حل بالطريقه اللي تريحك، الريليشن اسهل، القانون اسهل، براحتك. ندخل على نمبر 2. calculate the heat quantity required to raise the temperature of ده كده mass of water from T1 T2. دي كده سهله جدا. قال لي والله خلاص ال Q بتساوي ماس C دلتا T. حلو جدا، الماس بكام؟ 48.7. قال لي اوكي، تايمز ال C بكام طالما ووتر او سولوشن؟ ب 4.18. تايمز T2 اللي هي 62 ماينس T1 اللي هي 22.8. قال لي حلو جدا، كده هنطلع ال Q بتاعتنا. طب ال Q بتاعتنا بتطلع بكام؟ قال لي هتطلع ب 79 جول. انا عايزها كيلو جول. كيلو يعني انت رايح للالف، ما احنا قلنا حرف الكي ده بألف، هنعمل ديفايدد 1000. قال لي طب يلا بينا ما نعمل ديفايدد 1000 تدينا 7.97
كيلو جول. سؤال نمبر 3، ايه المشكلة كانت في ايه؟ المشكلة ان هو بيقول لي the bond energy بتاعت ال S double bond O ال SO3 مختلفة عن ال SO2. قال لي يعني دي double bond ودي double bond، دي double bond ودول double bond، ولكن الاثنين مختلفين عن بعض. ماشي، انت اعمل explain. لا احنا مش بن explain، احنا بنطلع delta H. دي delta H equation، يبقى بعمل product minus react. حال البرودكت ده بيتكون يبقى نيجاتيف برودكت، الرياكتنت ده اللي هو قبل السهم بكسره يبقى بوزيتيف رياكتنت. هل حاجه دلتا اتش بكام؟ بنيجاتيف 196. ماشي، نفتح براكت، انا هحط النيجاتيف اهو، افتح براكت اللي هي النيجاتيف دي. مين البرودكت؟ قال لي ده البرودكت. طيب بعد ازاي؟ ركزوا معايا بقى كده، انا عندي ادي بوند، ادي الثانيه، ادي الثالث، دول كده ثلاثه بوند، واوريدي انا كاتب جنبهم 2، يبقى 2 تايمز 3 في الرقم بتاع الاس دبل بوند او اللي انا ما اعرفه. قال لي اتس اوكي بلس، هقفل كده و بلس اللي هي الساين دي. قال لي مين بقى اللي قبل السهم؟ افتح البراكتس وابتدي، مكتوب لك 2، ادي 2 اهي، ما بغيرهوش. طب عندك كام بوند؟ قال لي لا عندي 2، ادي واحده ادي الثانيه، يبقى دول 2 بوند، يبقى انا هعمل تايمز 2 تاني في الحاجه اللي اسمها اس دبل بوند او اللي هي 5 3 4. اقفل البراكت، الكلام ده بلس او دبل بوند او يبقى بلس 4 9. الكلام ده كله هيتحط على الكالكليتر. الحاجه اللي انت مش عارفها بتكتب مكانها X، يعني مفروض أشيل ده كده وأكتب X وخلاص، هتلاقي الموضوع إيه؟ اتحل. تطلع معاكو على الكالكيوليتر الإجابة إيه؟ تطلع الاس الاس دبل بوند O ب 471.9. دي كده الإجابة 0.6، معلش، دي كده الإجابة اللي مفروض تطلع معاك على الكالكيوليتر. ندخل في number 4. number 4 بيقولي the quantity of heat produced from the combustion of. اوكي، اول حاجة شفت ده كده mass، ده mass بتاع جلوكوز. اوكي، الماس بتاع جلوكوز. قال لي المولر ماس بتاعه بكذا. ماشي، ماس ومولر ماس، يبقى انت هتجيب number of moles دايركت. بس تعالوا نكمل. raises the temperature of unknown mass of water. mass of water زودتها كام؟ 24.3، يعني ده دلتا تي. قال لي knowing that the standard heat of combustion، ال heat of combustion يعني ده دلتا اتش. قال لي اوكي، تعال نجيب اللي احنا نعرف نجيبه، number of moles. اهو number of moles هو ايه؟ 1.3 over 180. ده كده number of moles بتاع الجلوكوز. انا استخدمت ماس الجلوكوز واستخدمت مولر ماس الجلوكوز. قال لي زي الفل، نقسم الاثنين على بعض. طيب هيطلع الـ number of moles بتاعك 7.22 × 10⁻¹. طب بعد ما الرقم طلع كده أعمل إيه؟ قال لي أنت عندك M، يبقى دلتا H هتساوي نيجاتيف Q over M. عندك الدلتا H هو مديها لك في السؤال، عندك الـ N إحنا طلعناه، يبقى تعرف تجيب الكيو. بجيبها ازاي؟ بكتبها على كالكليتر والشيفت كالك ايكوال، تطلع لحضرتك الكيو. طيب الكيو على الكالكليتر هتطلع بكام؟ هتطلع ب 2075.28 زي الفل. قالي الكيو دي بقى انا هستخدمها في ايه؟ انا هستخدمها علشان اجيب الماس بتاع الوتر. ما هي هي نفس الكيو، يعني احنا نستخدم اني قانون دلوقتي؟ قال لي هنستخدم Q بتساوي mass dot C dot delta T. طب الماس بتاع الووتر بكام؟ معرفوش. specific heat بتاعت الووتر 4.18. طب الدلتا T ادتهالك ب 24.3. طب الQ انت طلعتها اهو، هي دي Q اللي احنا طلعناه. نعمل شيفت كالك ونطلع الماس على الكالكيليتر. الماس بتاعك هيطلع ب 199.6 جرام. ندخل على السؤال اللي بعده. أول ما بشوف المنظر ده
عندي ايه؟ عايز دلتا اتش بتاعت الرياكشن ده، مديك ايه؟ رياكشنات تانية بدلتا اتش مختلفة، يبقى على طول دي هس. طيب هس بيعمل ايه هس ده؟ قال لي لو عايز تغير المكان بنعمل نيجاتيف، عايز تغير الرقم بنعمل تايمز، مش هتغير حاجة يبقى بوزيتيف. طب تعالوا نشوف، انا عايز ان اتش 3 قبل السهم، هي هنا بعد السهم، يبقى انا هضرب في نيجاتيف. حلو جدا. طب هتضرب في نيجاتيف، قال لي بس معلش هي اسمها ان اتش 3 ومكتوبه 2 ان اتش 3، يبقى انا هعمل ديفايدد 2 اور تايمز هاف، يعني اللي انت عايزه هي هي. ماشي، ندخل على اللي بعده. انا عايزه سي اتش 4 قبل السهم، هي بعد السهم، يبقى هضرب في نيجاتيف. حلو، قال لي ندخل في اللي بعده. انا عايزه اتش سي ان وعايزاها بعد السهم، هي بعد السهم، قال لي بس هي 2 اتش سي ان، يبقى انا مش عايزاها 2، يبقى هعمل ديفايدد 2. قال لي والله كده اتحلت. يعني ايه كده اتحلت؟ روح واحده واحده بالراحه. انت دلتا اتش 1 عملت فيها ايه؟ ضربتها في نيجاتيف، يعني حطيت قبل الرقم بتاعها نيجاتيف وقسمتها على 2. ماشي، بعد كده بلس عملت ايه؟ ضربت نيجاتيف دلتا اتش 2. ماشي، بعد كده بلس، انا بفرق بينهم في البلس، عملت ايه؟ قسمت دلتا اتش 3 على 2. ده كده اللي احنا عملناه. تعالوا نكتب مع بعض الارقام، يبقى كده نيجاتيف نيجاتيف 91 يبقى 91.8، فالنيجاتيف راحت مع النيجاتيف اوفر 2. ماشي، بلس دلتا اتش 2 نيجاتيف نيجاتيف يبقى بقت بوزيتيف، يبقى 74.9. بلس دي هتفضل زي ما هي بس هقسمها على 2، وكده تبقى حلتها. والله العظيم هي سلو، سهلة جدا جدا جدا. الفكرة بس كلها ان انت تركز انت عايز مين يروح ومين يجي، والقصة دي كلها تطلع معاك 235.90. تعالوا بينا على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقولي calculate the quantity. ماشي، انا عايز Q produced from conversion of انا ده الماس of a substance in joule. قال لي ميس انت كتبت كيو، لا هو عايز quantity of energy. ايوه نفوق كده، يعني ايه؟ يعني انا عايز energy يبقى مش عايز كيو، انا عايز E. طب quantity؟ لا اسمها quantity of heat، يبقى انا عايزة energy. قال لي قانون الانرجي انا عايزها بالجول، هو اللي قال، يبقى الماس لازم يكون بالكيلو جرام وهضربها في سي سكوير. الماس يكون بالكيلو جرام ازاي؟ انا مديك الماس بالجرام 0.5 بالجرام، حضرتك اقسمها على 1000 كده حولتها الكيلو جرام، هتضربها في سي سكوير اللي هي 3 × 10⁸ سكوير، وكده تبقى طلعت الموضوع انتهى. تطلع الانرجي معاك بكام؟ طيب بيقولي deduce the number of neutrons يعني عايز n، electrons يعني عايز زد، ما قلنا الرقم اللي تحت ده بروتونز والكترونز. قال لي اوكي تعال نشوف احنا متفقين على ايه. والله اللي قبل السهم بيساوي اللي بعد السهم. طب مين اللي قبل السهم؟ دي الارقام اللي فوق، يبقى ركز مع اللي فوق بس. 235 + 1 بتساوي بعد السهم A plus 97 + 2 × 1. انا كده بتكلم على ايه؟ اللي قبل السهم بس. كلمت قبل السهم يساوي بعد السهم والرقم اللي فوق بس. نركز مع الارقام اللي فوق كده، هطلع الايه بمنتهى السهوله على الكالكوليتر، تطلع الايه معاكم ب 137. قال لي تعالى بقى نشوف الرقم اللي تحت، 92 + 0 = z + 40 + 2 × 0 اللي هي 0 يعني برضه. قال لي حلو كده نعرف نطلع زد، يلا بينا نطلع الزد على الكالكيوليتر. الزد هتطلع معاكم ب 52. قال لي انا عايز نيوترونز، هو كان عايز نيوترونز كمان. طب يلا نجيب النيوترونز. النيوترونز بتساوي ايه؟ اللي فوق ماينس اللي تحت، يعني 137 - 52 تطلع 85، وكده تبقى حل. طيب نمبر 8 بيقولي ايه؟ بيقولي calculate the least number of ice pieces، عايز عدد الايس بيسز.
to cool 500 جرام. ده كده ماس. الspecific heat بتاعته because okay ده كده C specific heat from 20 دي الأولاني to 0 دي التاني. And knowing that enthalpy change, enthalpy change of melting the ice equals كذا يعني دي دلتا H. And each piece contains one mole. آه كل الرغي ده أنا هعمل إيه يعني؟ والله عندك mass في دلتا T يبقى أنت هتجيب Q ما معروف. الحل أول ما بنجيب Q ببص على إيه؟ ببص على C اللي هو الدهالي. لو بصيت على السي كده تلاقيه مديه لك مول. مول اهي مش جرام. مول. طب طالما هو مديها لي مول يبقى انا هستخدم number of moles. يلا نستخدم number of moles. number of moles في تي في دلتا تي. تاني قال لي جول بير جرام بستخدمها ام سي دلتا تي. قال لي مول يبقى number of moles. طيب حلو اجيب number of moles ازاي يعني يا ميس؟ ما هو ادالك ماس اهو اللي هو 500 ادالك مولر ماس اهو over 18 حضرتك كده طلعت النمبر اوف مولز. يطلع النمبر اوف مولز معاكوا على الكالكيوليتر ب 27.7. حلو جدا. قال لي خلاص يبقى كده خلصت. هتعمل ايه؟ هعمل 27.7 تايمز السي اللي هو مديها لي تايمز دلتا تي اللي هو برضه مديها لي واشوف هتطلع بكام الكيو. الكيو معاكو هتطلع نيجاتيف 41.889. هل حد؟ بس انا مش عايزة كيو. انا عايز pieces. pieces. حلو. طب ايه المعلومة في pieces اللي انا مديها لك؟ انا بقولك عايزة number of pieces. في نفس الوقت قلت لك the melting of the ice piece. البيس الوحدة. because يبقى انا مدي لك already معلومة. وطالب منك معلومة تانية. طب ده كده فل قوي كده تبقى خلص. نعمل ايه؟ relation. اما اطلب حاجة واديك نفس الحاجة يبقى بعمل relation. طب هنعمل relation بين مين ومين؟ قال لي زي الفل بين ال pieces وال Q بتاعتها. قال لي مبدئيا ال one piece تطلع لي 6.02 يبقى كام؟ يطلع لي 41.88. طيب ميس احنا ضيعنا النيجاتيفز. لا ولا اي حاجه عادي النيجاتيفز موجوده بس هتروح مع بعض مش فارقه حاجه. تطلع في الاخر على الكالكيوليتر 7 بيسز ابروكسيميتلي يعني مش تطلع بالظبط عشان احنا طبعا عملنا ابروكسيميت للرقم بتاع الكيو. يلا بينا ندخل على المساله اللي بعدها. كالعاده سؤال بوند انرجي اول حاجه بعملها هي ايه؟ دلتا اتش سوفت رياكشن يبقى برودكت ماينس رياكتنت. في البوند انرجي البرودكت بيبقى بالنيجاتيف الرياكتنت بتبقى بالبوزيتيف. اعتقد من كتر ما عملتها يعني انتوا حفظتوها. طيب تعالوا بقى نشوف احنا نبتدي ببرودكت. روح للبرودكت. قال لي والله البوند اللي انا هكتبها علم عليها يعني ايه؟ يعني مثلا ابتدي بالسي اتش فعندي ادي واحدة سي اتش ادي اتنين سي اتش ادي تلاتة سي اتش يبقى انا كده ادي النيجاتيف بتاعتي مش هغيرها وعندي تلاتة في السي اتش. طب السي اتش اهي يبقى هكتب 430 ماشي بلس. عندي حاجة في النص كده اسمها سي دبل بوند سي اهي دي بوند. طب ما انا هستخدمها برضه. سي دبل بوند سي بكام؟ اهي 612 بلس اللي انت لسه ما علمتش عليه. ايوه بالظبط اللي هي سي سي ال دي لسه ما علمناش عليه. يبقى تشوف السي سي ال بكام؟ اهي 346 بلس اللي دي ما جيناش جنبها اتش سي ال يبقى بلس 432. كده انا كتبت كل البرودكت بنفس الطريقه هكتب رياكتنت. تعالوا نكتبها مع بعض. اللي كل الكلام اللي فوق ده هعمله بلس الرياكتنت. نفتح brackets ونشوف الرياكتنت. قال لي الرياكتنت هي عبارة عن ايه؟ زي ما انت شايفين كده على الطرفين في C سي ال يبقى 2 سي سي ال. طب السي سي ال رقمها بكام؟ 346 ماشي بلس. قال لي في النص عندي سي بوند سي بوند مش دبل بوند يعني 347 علشان دي ليها رقم ودي ليها رقم تاني خالص. يبقى انا كتبت دولت
وكتبت دي ناقص لي مين بالظبط زي ما انت شايف كده. احنا ناقص لنا الاتشات اللي فوق دول اللي لسه ما كتبوش. قال لي اوكي يبقى بلس والاتشات هم 4 تايمز الرقم بتاعه. واقفل التوتال براكت وكده نبقى خلصنا. اللي فوق دينا زي ما هي كده بلس باقي الكلام تحت تطلع معاك على الكالكيوليتر ب 62 كيلو جول. كل الرغي اللي انت عملته ده عشان تطلعه في الاخر 62 وكده تبقى تحسب. اوكي سؤال تاني. سؤال تاني بيقول لي Antony has 29 isotopes ماشي. Only two of them are stable ماشي. Or كذا وكذا ماشي. While the others are unstable. شكرا. عايز ايه حضرتك؟ قال لي how can you prove mathematically that that is stable. ثانية واحدة كده. ازاي يثبت ان هو stable؟ احنا ما كانش عندنا غير طريقتين لثبوت الاستيبلتي. لو هو light element يعني element خفيف يكون اقل من 40. لا حضرتك ده 51 يبقى مش هيز. يبقى احنا ندخل على الهيفي element. طب الهيفي element بيكون stable ازاي؟ قال لي احنا بنحسب الريشيو N over Z. تعال نحسب هي N دي بجيبها ازاي. N تنط من فوق لتحت يبقى بعمل اللي فوق ماينس اللي تحت على الزد. زد ده اللي هو اللي تحت. قال لي اوكي اشوف على الكالكيوليتر الرقم ده هيطلع كام. قال لي هيطلع 1.37. دي كده stable. طب ليه يا ميس stable؟ عشان احنا قلنا اخرنا 1.53. طول ما انا اقل من ال 1.53 يبقى انا ستيبل. كده انت اثبتت له انها ستيبل. طب هنكتب اي حاجه؟ لا والله كده كفايه. هو اصلا عايزها ماثيماتيكالي. طب نمبر 2 قال لي ا بيتا بارتكل عندي بيتا از ايميتد فروم ذا نيوكليس اوف كذا فورمينج ذا نيوكليس اوف كذا. طيب اكتب لي الايكويشن. يبقى اس بي اللي هو 51 و 170 هيطلع تي اي. طب هيطلعه امتى؟ قال لي لما يطلع امت بيتا. طب شكل البيتا ايه؟ اي نيجاتيف 1 وزي. خلاص بقت سهل. اللي فوق مع اللي فوق 117 ماينس 0 تفضل 117. اللي تحت مع اللي تحت 51 ماينس ماينس 1 تطلع 52. وكده نبقى كتبنا الرياكشن وندخل على السؤال اللي بعده. سؤال 11 بيقولي the following equation indicates the total reaction of blah 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 الدنيا reaction زي الفل. calculate delta H حاضر of the reaction knowing that the standard heat of formation دي heat فيها غلطة of each of methane and methanol equals كذا وكذا. ايه ده؟ ده مديني الميثانول مديني الميثان مديني كل حاجة. يعني انت عايز ايه؟ والله مش عايز حاجة. delta H بتساوي product minus react. شفت صح ما بنعمل كده. شفت reaction ما بنعمل كده. ال product اسمه ايه؟ ال product اسمه ميثانول. ده ال product هو قايل لك اهو ميثانول. الميثانول بكام؟ ب negative 239 ماشي. ده كده الميثانول اللي هنعمله minus ال reactant. طب ال reactant اسمه ايه؟ CH4 اهو. افتح براكت واكتب الرقم بتاع الميثين اللي هو CH4 بلس O2. مس ال O2 بكام؟ والله ده element O مع نفسها يبقى بزيرو. وكده تبقى حضرتك حلتها. مسألة سهلة جدا مش محتاجة أي حاجة. ندخل على number 12 an ionic compound whose negative value اللي هي delta H solution in water. أيوة زي ما جت في دماغك كده. دي delta H3. delta H3 is very high. طيب يعني ذوبانه في المية عالي جدا يبقى هو highly soluble. يقول لي هو strongly soluble ولا highly soluble؟ لا طبعا highly soluble. طب ليه highly soluble؟ عشان الهايدريشن انرجي بتاعته اللي هي delta H3 is very high. دي الإجابة. وكده نبقى خلصنا وندخل على السؤال اللي بعده. اوكي 13 بيقول لي the following nuclear fusion reaction fusion يعني هجمع ماشي occurred in the sun ماشي. قال لي calculate the heat released. انا عايز اعرف الهيت اللي هيخرج منه from the nuclear fusion in million electron volt ماشي. knowing that the binding energy per nucleon
ال binding energy per nucleon بتاع ده وده ب 0 ب 7.2. طيب احنا المفروض بنحل ازاي؟ قالي والله الطبيعي ان انا هعمل دلتا اتش برودكت ماينس رياكت. طيب حلو جدا تحفه. احنا هنا انرجي، طب هي الانرجي بتاعت البروتون بكام؟ بزيرو. طب الانرجي بتاعت الهيليوم بكام؟ ب 7.2. قالي لا ثانيه واحده، الهيليوم مش ب 7.2، ده بير نيوكليون. تعالوا كده نفتكر البايندينج انرجي بير نيوكليون كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي بايندينج انرجي على ايه. يبقى انا علشان اجيب البايندينج انرجي بكام يبقى هعمل الاثنين دول تايمز بعض، يبقى انا كده هعمل 7.2 تايمز 4 لان النيوكليون اللي هو الماس نمبر ب 4. قالي اوكي ماينس الرياكتنت، هو الرياكتنت بكام؟ قالي والله الرياكتنت بزيرو، انا كاتبه لكم اهو رياكتنت بزيرو، يبقى ماينس زيرو يبقى كده طلعت والسؤال اتحل. نشوف اللي بعده. 14 prove mathematically that the neutral is neutrally charged. قلنا كلمة neutrally يعني no، no charge، ملوش charge. قالي اوكي in the light of your knowledge about the quarks that compose it. يعني من الاخر اتكلم على الكواركس. طيب النيوترون، النيوترون عكس البروتون، يبقى ده عنده 2d زائد 1 up. اكتب البروتون واعكس الارقام خلص. قالي تمام. الداون بكام؟ قلنا الداون بنيجاتيف 1 over 3. الاب بكام؟ الاب ب 2 over 3. جمعهم على الكالكوليتر يديك 0، يبقى فعلا هو نيوترالي تشارج. يلا بينا اخر سؤال. اوكي اول حاجه بيقول لي انا عايز دلتا اتش حاجه اسمها لاتس انثالبي. هو اللاتس انثالبي دي احنا خدناها؟ لا. قال لي اوكي طب اللاتس انثالبي دي انت عايزها في ايه؟ قال لي هي defined as heat change that accompanies the conversion of one mole of the crystal lattice of an ionic compound. يعني ايه ionic compound؟ حاجة بتبدأ بمتر. قال لي حلو، هيقسم ال ionic compound into ions. قال لي okay use the data shown in the table to calculate the latest dissociation enthalpy of sodium chloride. براحة كده أنا مفروض بديك شوية equations، شوية دلتا اتش وانت بتقارنهم باللي انا عايزه. انا مش مديك اللي انا عايزه. طيب ايه بقى اللي انت عايزه؟ قال لي صوديوم كلورايد. طب ما ده الايونيك مبادئ بصوديوم اهو NaCl هيتحول لايونز. هو قال لك اهو بيتحول لايونز، يعني Na بوزيتيف بلس Cl نيجاتيف. دي كده الايكويشن اللي انت عايز لها دلتا اتش. طيب نقارن الايكويشن دي بكل الايكويشن، تعالوا نشوف. قال لي انا عايز ال NaCl قبل السهم. طب هي هنا فين؟ هي هنا بعد السهم، يبقى هضرب ده في نيجاتيف. شوف طيب انا عايز ال Na بوزيتيف بعد السهم، هي اهي واهي وعادي بعد السهم تمام، يبقى مش هنعمل حاجه، مش هنغير حاجه، مش هنغير حاجه، دي يعني بنعمل بلس. قال لي اوكي طب ال Cl نيجاتيف عايزها بعد السهم اهي واهي، بس خلي بالك هنا في 2 Cl، احنا بنحتاج سي ال واحده، يبقى انا هعمل هنا ديفايدد 2. انا عايزه امشي ال 2 دي وكل ارقام تفضل زي ما هي. ايه ده احنا خلصنا؟ اه تعالى نمشي واحده واحده. دلتا اتش 5 اللي هي الاخيره هضربها في نيجاتيف، بلس دلتا اتش 4 زي ما هي، بلس دلتا اتش 3 هعمل لها ديفايدد 2، بلس دلتا اتش 1 ودلتا اتش 2 زي ما هما، مش هنعمل فيهم حاجه. واحده واحده، نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف يبقى 411 بلس دلتا اتش 4 اللي هي نيجاتيف 364 تفضل زي ما هي بالنيجاتيف، بلس دلتا اتش 3 ديفايدد 2 يبقى 242 ديفايدد 2، بلس دلتا اتش 2 هتفضل زي ما هي 494، دلتا اتش 1 تفضل زي ما هي 109. وكده تبقى خلصت طلعت الدلتا اتش بكام وتبقى اتحلت زي ما قلنا. والله سهلة جدا 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 لو انتوا حليتوا بالطريقة اللي احنا بنحل بيها. Finally it is the end and you did it. انا عارفة ان انتوا تعبتوا، وعارفة انه حتى اللي ما تعبوش هم تعبوا من السنة ومن ضغط السنة وهكذا. بالتوفيق.
واشوفكم على خير ان شاء الله.